اتفاقية بين بعضكم، خليني بس افهم، منفصلين وبنفس البيت يعني كل واحد قادر ياخذ حريته للاخر؟ يعني انت ممكن تعمل علاقات برات الزواج وهي ممكن تعمل علاقات برات الزواج، بس انتوا بعضكم بنفس البيت؟ غير موضوع العلاقات خارج الزواج وهيدا، نحن مثل كلكم كان عندنا اصحاب اصدقاء يلي اصدقاء العمر اذا بدك، يلي دائما بيجوا لعنا بنروح لعندهم والى اخره. هولي عرفوا بانفصالكم؟ هودي في فتره انه في بعض اصحاب، بعض ناس من اصحابي ما عادت تتقبلهم مرتي، ومع الوقت بتصير الشغله، عم بقول لك حبه الرز بتصير الحبه قبه مثل ما بيقولوا. يعني خليني اقول عرس او مناسبات معينه تروحوا سوا عادي كمزوجين؟ يعني عشتوا كذبه؟ هلا منا كذبه، هي بالاخر يعني قدام الناس شيء وداخل البيت شيء ثاني، وهذا الشيء ما بعرف انا بحس بياثر سلبا على الاولاد. لا لا بالعكس، نحن جربنا نحافظ على حد الادنى، وبعدني لحديت هلا بعلاقه جيده مع مرتي. لو اليوم صار في بطلان زواج بينك وبين سيده نيلة عقل؟ لا، في سيباراسيون. انتوا انفصلتوا؟ انفصلنا وكل واحد يعيش عيشته، ما عندي بروبليم، بالعكس يعني. وشو بدها هونيك نهار تطلب مني اي شيء انا؟ والولاد ثلاث شباب بقيوا معك؟ ايه بس اوقات بيروحوا بيقعدوا عند امهم كم يوم. كل واحد لعبت دور الام والبي؟ بيتداولوا، لعبت في مده طويله لعبتها مثل مسز داوت فاير. انا اخذهم وانا اطلعهم وانا اجيبهم. اي فتره هيدا؟ قد ايه كان اعمارهم؟ يعني لما كان عمرهم، صار عمرهم شي 15 14 سنه دوري، وهوديك كانوا اكبر شوي. مع انه هي كانت بعدها بالبيت. لا امي بعدها موجوده كانت، ما ايه بس ما بدها تشارك معنا بال، هي رفضت تشارك. طلعت الارز والى اخره، وهيدا انه صارت انه انا ما بيهمني اطلع على الشاليه، طلع انت خذ الاولاد انت، طلعهم يعملوا سكي انت. لا اوكي، وهي حابه تضل مع اصحابها يروحوا يعملوا غير بروجرام، لانه هي ما بتحب السكي اساسا. وطيب تقبلنا الموضوع وعشنا هيك. انت ضحيت؟ اكيد ضحيت. هي ما ضحيت؟ اكيد ضحيت. ما حدا بيقدر ينكر شو ضحى الثاني. وبذات الوقت هو واجباتنا، لما بدك تجيبي اولاد وتجيبي عائله في تضحيه اجباريه. حضرتك قلت يعني العلاقات بدها تضحيه، التضحيه انه منضحي شوي بانه اذا انت ما بتحب هالشغله وهي ما بتحب هالشغله، يعني هون حسيت كانه انتم لا، كل واحد ما عاد بده يضحي وبده يروح للميول يلي هو بحبها. انه بتوصلي لمرحله بدك تتفادي المشكل، لانه المشكل بينعكس على كل العائله، مش مشكل بين رجال ومرته، هالمشكل وهالشريعه بالبيت وهالخناق وتعليت الصوت وهالاشياء هودي، الواحد بفضل يوما ما بتقولي انه مش مجبورين نكفي هيك، الاولاد كبروا صار قادرين يتفهموا هالمواضيع وصار عندهم حياتهم الخاصه، ونحن حياتنا الخاصه مش لازم تاثر عليهم بشكل سلبي، وخلينا نضلنا ايجابيين تجاه بعضنا.